فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بالنسبة للقصاص من المرأة إذا قتلت، فهل يقتص منها بالسيف أم عن طريق الرصاص وكذلك الرجم؟ مثل ما فعلت بالمجني عليه يجرى عليها ما فعلت بالمجني عليه. نعم، المرأة والرجل سواء، لكن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.